تفصيل الخطوط الداخلية والعدة الرئيسية عشان نبدأ في خطوات مهمة في البرنامج لازم نعملها أول ما نشغل السنترال. هنبدأ دلوقتي في توصيل الخطوط الداخلية. أنا جايب عدة 77-30 كعدة رئيسية، وهاخد الكابل RJ11 بتاعها اللي هو المفروض 4 pin وهحطه في الجاك 01. هتشتغل العدة تمام. طيب العدة اللي بعدها هاخد الجاك بتاعها وهوصلها في 103. العدة اللي بعدها هي عدة مميزة، هاخد الجاك بتاعها وهوصلها في 105. ده توصيل عشوائي ملوش أي علاقة بأي حاجة. العدة الأخيرة هي عدة سنجل لاين باناسونيك S500، هوصلها على جاك رقم 7. معنى كده إن العدة دي خدت رقم 101 لأنها على جاك 01، دي خدت 103 لأنه جاك 03، دي خدت 105، دي 107. لو أنا شلت العدة من هنا وحطيتها هنا هيبقى رقمها 108، دي كده 107، بدليل إن أنا لو فتحت السبيكر هنا وطلبت 107 تمام، هشيلها من 107 وأحطها في 108، هطلب 108. وفي حاجة أسهل من كده، إن أنا أرفع سماعة العدة كده وأطلب 0، هيرن على الأوبريتور وهيكتب لي الرقم الداخلي اللي بيتصل، فمكتوب على الشاشة دلوقتي 108. لو أنا فتحت العدة دي وطلبت 0، هيبان على شاشة العدة المميزة الرقم الداخلي اللي بيتصل هنا برضو. كل تفاصيل البرنامج بتتعمل من العدة المميزة اللي متوصلة على الجاك رقم 01، العدة المميزة اللي محطوطة على الجاك 01 دي عدة البرنامج.